السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما في درس التاسع من لغة البرمجة بي سي ميموري ريجستراتيسن، يعني عنوان مشجل للذاكرة. هنا نيب عاب 4 بيتس، يعني 4 بيتس 4 بيتس 3210 من عفوا 3 2 1 0 1 2 3 من 0 إلى 3، يعني 4 بيتس 4 بيتس من 0 1 2 3 من 0 3 إلى 3. أوكتل هي 8 يعني 8 بيتس 8 بيتس ريجست مسجلة، يعني من 0 1 2 3 4 5 6 0 7 يعني اوكتل، كتسمى اوكتل 8 بيت. ديسيمال يعني عشارية مع 10 بيت، من 10 بيت مسجلة ريجسترز من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من 0 إلى 9. هنا اكسيد ديسيمال يعني سداسي عشاري 16 بيت مسجل من 0 حتى 15 اور تعود اف اف، يعني هنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سعود، يعني هنا ا بي سي دي او اف ا بي سي دي او اف، يعني من ا تل اف. هنا يعني بي سي ميموري، يعني بي سي الذاكره، بي سي ميموري مود وضع الذاكره، يعني النوع او وضع الذاكره، المجموع ديالو هنايا نوع ريجستر اور تيب، يعني هنا ميتسوبيشي ديجيتال انبوت فيه 8 اوكتي، يعني المخرج الرقمي 8 اوكتي. هاي اكس 0 1 اكس اكس 0 1 اكس 0 7 اكس 10 اكس 17 اكس 20 اكس 27 تل اكس 27 من اكس 30 الى اكس 7 هنا من اكس 17 هنا يعني اكس 37، يعني هنا لان هنا من اكس 0 واحد الى اكس ميتسوبيشي اكس 0 7 اكس 10 حتى اكس 17 اكس 20 اكس 27 اكس 30 الى اكس 37 هنا 37. هنا بي ال سي ميموري ريجستر اند ادريس، يعني الذاكره المسجله للعنوان ميتسوبيشي ايغريك 0 ايغريك 7 ايغريك 10 ايغريك 19 ايغريك 20 ايغريك 27 ايغريك 30 ايغريك 37. هنا ديسيمال يعني ام ديسيمال من 0 الى 9، ام 0 ام 19 ام 10 ام 19 ام 20 ام 29، الوضع المسجل للذاكره. يعني هنا يعني اصغر وحده رقميه الكترونيه تاخذ الثنائيه يعني من 0 إلى 1، ثم هنا قراءة الذاكرة يعقد معلومة واحدة من 4300، ثم الفراغ في البرنامج مع استخدام داتا دعم من داتا. هنا أجيب لك عاوتاني هنا كارت تيب اوف ميموري، يعني أنواع الذاكرة
كاينه رام، الرام هي الاولى، داتا داتا يمكنها التعديل لكن لا حفظ، يعني هاد من فلا رام داتا يمكنها التعديل لكن لا للحفظ. في الروم يعني في الغرفة داتا يمكنها حفظ لكن لا يمكنها التعديل. هنا إبروم هنا إبروم، هنا في سكوات روم يعني هنا داتا يمكنها الحفظ. فلاكس روم الكهرباء يمكن البرنامج من قراءة الذاكرة.